You should know إنه ببلدة برج اليهودية بالشمال كان في جريمة تعددت الروايات حولها، ولكن في كتار عم بيقولوا إنه محمد عادل الدهيبي قتل على يد شيخ من آل الدهيبي وأشقائه نتيجة إهانته للذات الإلهية، وقتلوه ب 11 طعنة بالسكين. تاني خبر بيتعلق بموضوع الإسكان، في انفراج بموضوع الإسكان لأنه أكد وزير المال أنه هن مستعدين أنه يكونوا عم يمشوا بآلية جديدة بتسمح بإعطاء 5000 قرض من المؤسسة العامة للإسكان، وعم ينشغل على هيدي الآلية لحتى تصير جاهزة بوقت كتير قصير. وتالت خبر هو عن زيارة النائب السابق وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي لعين التيني، والتقوا الرئيس بري، وجنبلاط أكد بعد اللقاء ضرورة الخروج من المأزق الحكومي لأنه البلد وضعه الاقتصادي ما بقى يحمل.